السلام عليكم، كيف حالك أستاذ ياسر؟ وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك أنت يا أستاذ أحمد؟ اليوم سوف نصف مجموعة من الصور ونعرف الكلمات الموجودة فيها. هيا نبدأ. نعم، أنا مستعد. ماذا يوجد في هذه الصورة؟ في هذه الصورة يوجد فنجان من القهوة، وهناك ملعقة بجانب الفنجان، وأيضا أستطيع أن أرى الحاسوب والرجل يكتب على هذا الحاسوب. على اليمين هناك نبتة خضراء صغيرة. انظر أستاذ ياسر إلى الصورة الثانية، هل يمكن أن تخبرني ماذا يوجد في هذه الصورة؟ هذه غرفة نوم. ماذا يوجد فيها؟ فيها سرير، وعلى السرير هناك وسائد، ما مفرد وسائد؟ وسادة هو المفرد. هناك عدد من الوسائد على السرير، وهناك أيضا فراش على السرير. ما لون الفراش؟ لونه أبيض. هناك أيضا نوافذ وأبواب. كم نافذة موجودة في الغرفة؟ أكمل. تقريبا 3 نوافذ. هناك أيضا أمام السرير خزانة. خزانة ماذا؟ ربما هي خزانة ملابس، لست متأكدا، ولكن غالبا هي خزانة ملابس، وهي خزانة لونها بني. هناك أيضا ثريا، وفي هذه الثريا شموع أو مصابيح. ما هذا الذي يوجد على الأرض؟ هناك سجادة على الأرض، هي سجادة كبيرة. هل ترى لون الأرضية؟ نعم. الأرضية لونها بني داكن. في هذه الصورة أرى شابا يجلس تحت شجرة في مكان مفتوح، وهو يكتب شيئا على حاسوبه. على جانبه الأيمن هناك دراجة، والدراجة لونها أحمر. ماذا يرتدي هذا الشاب فوق رأسه؟ هذا الشاب يرتدي قبعة فوق رأسه. ما لون القبعة؟ لونها رمادي. وما لون بنطاله؟ البنطال لونه أزرق. وما لون المعطف؟ أرى أنه يرتدي معطفا، ما لون المعطف؟ لون معطفه بني. شكرا لك أستاذ ياسر. شكرا لك أستاذ أحمد.